فحقيقه ننتقل كذلك، ننقل المايك مثل ما قال ابو محمد الى ابو مهند ويدلي بما دلوه ما عنده. الله يجزاكم خير اجمعين، وقصه جميله دل الله سخر له كلش. نعم. حتى ذا الزحمه اللي خلت راعي التاكسي يلف ويروح لغير مكانه اللي هو قاصده. نقول كما قال الخليل ابراهيم ودعا بدعوته: رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. يا رب اجعلنا مقيم الصلاه وذرياتنا، قولوا امين. المشاهدين والمشاهدات، رب اجعلنا مقيم الصلاه وذرياتنا، رب اجعلنا مقيم الصلاه وذرياتنا، رب اجعلنا مقيم الصلاه وذرياتنا. فاذا صرنا مقيم الصلاه فجاء اعظم وصف في اوصاف اهل التقوى: يقيمون الصلاة. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا. والدعوة المباركة التي تتجدد في كل ركعة، وكان يرددها علينا أبو محمد قبل شوي ورددها علينا من قبل، ولا ينبغي احنا دائما نقولها: اللهم اهدنا الصراط المستقيم. نقولها دائما في سورة الفاتحة. ليش نأمن؟ ليش نقول آمين؟ يعني يا رب استجب لكم، لأن احنا ندعو بالدعوة المبروكة هذه: اهدنا الصراط المستقيم. ويؤمنون العالم رب مستجاب دعوه معك في هذا المسجد وفي هذا المكان وفي هذا الجامع وفي هذا المصلى، يقول امين بقلب صادق، فيهدينا الله ويهدي اهالينا وذرياتنا، يهدي حارتنا ويهدي جماعتنا، يهدي شبابنا، يهدي نسائنا، يهدي كبارنا وصغارنا، فنهدى للصراط المستقيم وهو طريق الجنه. لبيك؟ يقول الملائكه كذلك. الله اكبر. نعم نعم. فنقول: اللهم اهدنا الصراط المستقيم واجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء يا رب العالمين. وما نقول إلا هذه الدعوة نحرص عليها دائما، يعني الدعاء الدعاء الدعاء، أن الله يعيننا على طاعته ويهدينا وذرياتنا لما يحب ويرضى ويرضى. وصلى الله على محمد. سلام محمد، جزاك الله خير. أبو محمد، طبعا الموضوع متنوع، ومن الأشياء المهمة في هذا الجانب أن بعض الشباب يؤخر التوبة ويأمل آمال، يؤمل آمالا ويقول: إذا كبرت صليت، إذا تزوجت عاد معي بيت صليت، أضبط أموري بعدين، ها، وإذا مثلا سافرت وخلصت السفرة أو الصفقة هذه، ها، تبت إلى الله وصليت. بعضهم يقول: يا رجال إذا جاء رمضان خلاص ضبطت الوضع وخلاص، ها، تبت إلى الله وصليت. ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صبيا قد دفنت، لا تقل إني صغير أصبر ثم أطيع الله حين أكبر، فإن ذاك، فمن يقول إني صغير أكبر ثم أطيع الله حين أكبر، يقول لا، لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا، أحب ربي طاعة الشباني فوزا بجنة الرحمن. ومن يقول إني صغير أصبر ثم أطيع الله حين أكبر، فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغلق مطموس، لا خير في من لم يكن ولا خير في لم لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا، أحب ربي طاعة الشبان يا فوزهم بجنة الرحمن. فتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الأوان. ومن يقول إني صغير أصبر ثم أطيع الله حين أكبر، فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغلق مطموس. على كل حال، أنا أقول إن هذه خطة شيطانية يجعلها الشيطان أمام الشبان وأمام الناس كثيرا، يقول بعدين بعدين يا شيخ، أنت الآن وسع صدرك، إذا شاف الشيبان الكبار في السن يصلون، قال الشيخ هذا لا شيبان عاد منتهين، ها، مولين، هذا لا مولين، شوفهم كيف يطيعون الله سبحانه، إلى كبرنا وعدنا مثل صرنا زيهم تبنا إلى الله. كم من شاب مات وكم من واحد أمل آماله وكذا وجاه الموت فجأة ثم قال: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان والإنسان خذولا. انظر صديقك، انظر زميلك، انظر من تخالل، انظر من تجالس، فالمرء على دين خليلا. لا تصاحب إلا رجلا مصليا. المصلي
إذا جاءت الصلاة وقف وصلى، أما من لم يصلي هذا يبعدك عن طاعة الله، يبعدك عن الصلاة، يبعدك عن طاعة الله تبارك وتعالى. فلا تصاحب إلا من كان مصليا لله متصلا بالله، لأن من لم يكن متصلا بالله هذا قد قطع حبله مع الله. كيف تصاحبه؟ كيف تصاحب رجل قد قطع حبله مع الله تبارك وتعالى؟ لا تصاحب إلا مؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون طعامك إلا تقي. هذا رجل تارك للصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يقول عليه الصلاة والسلام. يقول الشاعر في أبيات له جميلة، يقول وحب الحلال إلا أنت الشر داخل الصمان، قطاوي عذود والمواتر بتاليها، وحب أشتري لي عود نزرق من الدكان وطيب رجال الأقبالات لي وقهويا، وحب 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 إلى أن يقول وأحب الفتاة، مدري شو يقول، اسمحوا لي بس خلني أطلعها بالجوال. يقول وأحب الخوي اللي تجي كلمته ميزان، وزن كلمته لجل الرجاجيل تغليها، وأحب القصيد اللي يحكم على القيفان، وأحب الصفوف اللي استوت قدمه وليها، إلى أن مشى فيها وقال وأحب الهنوف اللي لها في الحشا مسكان، فتاة على السنة عزازة مواطيها ستيرة، ولا تحرص على فتحة البيبان ولا تلتفت اللي بي يلتفت فيها، وخير المنايا كلها طاعة الرحمن، ألا وهني اللي صلاته مصليها. وخير المنايا كلها خير المنايا كلها طاعة الرحمن، ألا وهني اللي صلاته مصليها. نعم مرير الحبيل. إذن هذا البيت وخير المنايا كلها طاعة الرحمن، ألا وهني اللي صلاته مصليها. إذن أنا أقول أيها الشاب، أيها الأخ الكريم، أيها الفتاة، لا تصاحبين إلا من تصلي، لا تصاحب إلا من يصلي، لا تصاحب إلا صاحب الطاعة الذي يحب المسجد، يحب الصلاة، يحب القرآن، يحب الذكر. سبحان الله يا أخوان، فيه ناس ما تمشي إلا مع أناس تشاكلهم، تجانس والتشاكل والطباع. يعني بعض يقول لي واحد يقول أنا ما كنت السنة الراتبة هذه محرص عليها، يقول صرت أمشي مع ناس إذا صلوا يتسننوا، يقول صرت أتسنن مثلهم. يستحي إذا قاعد ما صلى، اللي يقول لن يستحي يتسننون وأنا جالس. صرت أجيب السنن الرواتب، سنن الرواتب بعد الصلوات، من 12 ركعة من حافظ عليها ها بين الله ولو بيته في الجنة، سنن الرواتب التي بعد الصلوات. كذلك ركعتي التي قبل الفجر، سنة التي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها وما فيها، وما بالك بالفريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان ما هما؟ الفجر والعصر. الفجر والعصر، قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر، الفجر هذا تشهدها الملائكة، والعصر تصعد إلى الله، يعطون الأسماء فلان 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 فلان، يعني تعاقب فيكم ملائكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الله يأتون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فأنا أقول يا إخواني ننتبه، ننتبه، تصعد عرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا اثنان كان بينهما شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. بعض الناس يصلي لكن في قلبه شحناء على الناس، وقاطع إخوانه، اللي قاطع أخته، واللي قاطع أخوه، واللي قاطع عمه، واللي خاله وقريب له ما يسلم عليه وقاطعه. تبغى أعمالك صلاتك تعرض على الله سبحانه وتعالى، أصطلح مع إخوانك المسلمين. كذلك لابد أن تسامح، بل يعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه مشاركتي في هذا الباب. جزاك الله خير، وانقل المايك بحفظ الله ورعايته. جزاك الله خير حقيقة علي، بقي معنا تقريبا عن الأذان. تبغى أستمر شوية طويلة؟ لا لا خلاص. طيب. أنت أدام أن أطلقناك العنان خلاص. أنا قلت لكم يعني. لا لا. نحط لك على من أول هالمؤسسات قبل اللي خلوا قديم يحطون كرت. عشان لا منه دحدر ما يعد منه. أيوة. شايف؟ فحنا نجيب. الله يوفقك. ايه الله يوفقك إن شاء الله. الله يجزيك. فحقيقة يعني كلام جميل تكلموا به مشايخنا وتكلموا به، وبقي معنا وقت قليل. فنذكر يعني بعضنا ونذكر إخواننا بوقف اليتيم الأول، هذا الوقف اللي قائم عليه الجمعية الخيرية في وادي عمود، هذا الوقف اللي يكون ريعه بهذه الفئة الغالية على قلوبنا، فئة اليتيم والأرملة
اللي ما يجدون لهم معين بعد الله عز وجل إلا نحن وأنتم مشاهدين الكرام، وهذه هي جمعية القائمة.